التدريب النهارده يمكن اكتر من ساعه وثلث تقريبا، واضح ان موسيماني مذاكر المنافس بشكل جيد جدا وبدا شغله يبان من الناحيه التكتيكيه كمان. ما حدش مضيع دقيقه من وقته هنا استاذ ابراهيم، كل واحد حتى اللعيبه انا بشوف اللعيبه في وقت فراغها بتتفرج على المنافس عشان تقدر تعرف يعني اكبر قدر من المعلومات. ودلوقتي الكوره ما بقتش سر يعني يعني كل واحد يقدر يعرف كل شيء عن المنافس بتاعه لو اراد وركز، ولا يبقى الا التوفيق باذن الله.